بالرغم من كل فشله، رجوت الإمبراطور أن يمنح أريس فرصة أخرى، ولولاي أنا لكان قتله منذ فترة. ليس هناك أي جدران تستطيع أن تكون سداً بيني وبينك، لأن حبي لك يذيب الصخور، فمكانك أنت داخل القلب. طالما أنه عندي جنود شجعان مثلكم فلن يكون من الصعب قتل أرطغرل وطرد الأتراك من هذه الأرض. أرطغرل سيلتقي بتجار سوق الخان يوم الغد. لقد عانيت من مصاعب كثيرة في هذه الدنيا، لكن بفضل أبيك سليمان شاه وبفضلك أنت شعرت بفخر كبير. سيد أرطغرل، آن الأوان أن تتزوج ويصبح لك عائلة وأولاد. سيدي، أنا لم أفكر بالزواج منذ سنوات. لست نيكولا. أبسس، أنتم لم تتعلموا بعد. النصر لله أيها الأسياد، أما علو الشأن والشهرة فهي أمور دنيوية فقط. فتوحاتنا وجميع غزواتنا هدفها مرضاة الله. اجتمعنا لنتشارك ونتشاور معا في النظام الجديد الذي سنسير عليه منذ هذا اليوم. سلمني سيد أرطغرل. سيد أرطغرل، مساعد السلطان علاء الدين في الخارج. أدخله عبد الرحمن. أهلا وسهلا، شرفت مجلسنا. أهلا بك، فليبارك الله باجتماعكم. فلتسلم. أحضرت هدايا من السلطان علاء الدين كهدية للفتح، ومعي قرار منه أيضا. إذا سمحت لي أود إبلاغ الأسياد بقرار السلطان. تفضل. سيد الكاي وابن سليمان شاه السيد أرطغرل، أدام الله القوة لسيفك وانتصاراتك وليبارك لك في عمرك. ما فعلته أنت ومحاربوك الأبطال في قلعة كرجسار قد زاد قوة دولتنا، ومقابل هذا النصر فأنا أعطيك منطقة دومانيتش كمصيف لقبيلتك، وسوغو مشتا لهم، وقيادة هذه المناطق وأمنها هي مسؤوليتك أنت أبو المظفر السلطان علاء الدين كيكوبات. هنيئا لك سيدي. شكرا. بارك الله لك يا سيدي، زاد الله رزقك وبارك بعمرك إن شاء الله. شكرا سيد أرطغرل. ليصبح موطئ قدمك وطن المظلومين في الدنيا سيدي. فلتسلم يا أخي. أنت أمن دولتنا وفخر للترك جميعا سيد أرطغرل. أتمنى أن يديم الله نصرك. آمين. هنيئا لك سيدي. هنيئا لك سيدي. هنيئا لك سيدي. فلتسلموا يا سادة، فلتسلموا، وليحفظ الله دولتكم. كما سمعتم قبل قليل، فإن القرار أن سوغوت ودومانيتش أصبحت أراضٍ لقبيلتنا، وسوف نبدأ بالعمل بأسرع وقت لكي ننعش المنطقة. وسأذهب قريباً إلى قونيا من أجل أن أسلم السلطان حقه في خمس الغنائم، وبعدها أعود. والآن هيا إلى الطعام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
شكرا. من تكونون أنتم؟ تجار، سنمضي ليلتنا هنا. ومن أين أتيتم؟ أتينا من سوغوت إلى سوق الخاني للتجارة، وقد سمعنا بأن تجار المنطقة سيقابلون السيدة أرطغرل غدا، ونريد البقاء هنا لنتعرف عليه بشكل شخصي. لا بأس إذن، سلمونا سيوفكم وخناجركم، بعدها تدخلون الخان. رزقك الله بولد شجاع وفتاة في جمالك إن شاء الله، ليكن منزلك مباركا ابنتي. انظري، هذه هدية زواجك ابنتي. حليمة، سألبسها إياها. لا أعرف ما الذي سأقوله. أنتم أسعدتموني كثيرا. تبدين جميلة ماريا، فليحمك الله من كل حاسد. آمين. 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 شكرا، ساعدتموني وأنقذتموني منهم، أنا ممتنة لكم. وليت أخي كان معي أيضا حتى يرى هذا اليوم. سيدة ماريا، كفى حزنا ولا تظني أنك وحدك بيننا، لقد خسرت أخاك، لكن إن كنت ترضين ذلك فنحن نريد أن نكون إخوة لك. أنتم أناس طيبون جدا، وأحمد الرب لأنه قد جمعني بكم. اجلسوا هنا، كلوا شيئاً وسأجهز لكم فراشاً. شكراً. العفو. هيا قدم لهم الطعام بسرعة. هيا. في الليل ستضعون سيوفكم تحت هذه الطاولات. يجب علينا أن ندخل إلى هنا قبل أن يأتي أرطغرل، وتعلمون ما ستفعلون. الإمبراطور سوف يفعل ما بوسعه ليسترد كاراجيسار ويعيدها لحكمه مجددا. أريس وحاكم منطقة بلاجيك معه سوف يهاجموننا على الدوام، لهذا السبب يجب أن نتخلص من أريس، بعدها نفتح بلاجيك بسرعة. وقبل أن نسقط حكم الظالمين في نيقيا وننهي أمرهم، الحرب التي بيننا ستبقى مستمرة. Thank you.
سنكون جاهزين على الدوام وننتظر الأمر منك سيدي. فلتسلم. هذا السهم رمز لاتباعنا لك إلى الأبد، وحين ترسله لنا فمحاربونا سيأتون إليك. فلتسلم. إن أساس عيشنا الاتحاد، ولا شك أن أسياد الأوغوزي المتحدين إلى اليوم لن يكون هناك أي شيء سيفرقهم وأي يكن. ولهذا السبب أريد سماع آراء أسياد تشافداري المنضمين إلينا حديثا. ونحن سنكون بأمرك سيد أرطغرل، ونعتبر سيدة تورغوت سيدنا أيضا. فلتسلم. فلتسلم. بامسي، أعطني سهما. من لا ينضم إلى الجماعة ويفضل أن يتحرك بمفرده سوف يكسر بهذه السهولة. لكن إن كنا متحدين معا فلن يكون هناك قوة تكفي لكسرنا. إن هذا اليوم الذي نعزز به الوحدة والتعايش بيننا أريده أن يزين بزواج مبارك. سنزوج بوجود السادة السيد أرتوك والسيدة ماريا بإذن الله. مبارك لهما. مبارك لك سيد أرتوك. فليكن نسلك مباركا مثلك سيد أرتوك. فلتسلم سيد تورغوت، ولتسلموا أيها السادة. شكراً لك سيدي، وأنا ممتن لكم. بامسي، اذهب وأخبر النساء أن يحضروا ماريا إلينا. بأمرك سيدي. هذا المكان لشخصين، يوجد ماء، وهناك حارس في الممر. إن احتجتما شيئاً فاطلباه منه. سرتنا استضافتك، شكراً. تصبح على خير. شكراً، ليلة سعيدة. عقد قرانكما أمام الشاهدين اللذين اخترتما والحضور الكرام، ليبارك الله بزواجكما. آمين يا رب. نحن بفضلك قد شهدنا على عقد هذا القران كما كنت شاهدا. اللهم بارك هذا الزواج ببركتك. آمين. واجعل من نصيب هذين الزوجين العيش والمحبة والثبات في زواجهما. آمين يا رب. وفق بينهما كما وفقت بين سيدنا آدم وبين أمنا حواء، وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة. وابعد عنهما كل شقاق، واحفظهما من حسد الحاسدين ومن مكرهم،
وارزقهما من الكثير الطيب. آمين. آمين. يا رب ارزقهما أولادا صالحين من عندك، واجعل لهما مخرجا من كل هم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وأبعد عنا كل مكروه. آمين. الفاتحة. سنخرج ونخبئ السيوف تحت الطاولات بعد أن تهدأ الطاولات في الخارج، وعندما يأتي أرطغرل غدا سيكون أريس قد أنهى أمره. تعال إنهم هنا. خاطرنا بكل شيء وأتينا، وأرطغرل يحتفل بالنصر في القلعة اليوم، وغدا هذا الخان سيصبح قبرا له. بارك الله زواجك سيد أرطغرل، وليعطيك أبناء أبطالا مثلك. أنا أشكرك سيدي، أدامك الله. سيد أرطغرل، أعلى الله شأنك ورزقك نسلا صالحا، أرجو الله أن يحفظك من جميع المصائب والفتن. أدامك الله تورغوت ألب، شكرا لك. بارك الله بزواجك. شكرا سيد أرطغرل. هنيئا لكما. هنيئا لكما سيد أرطغرل، بارك الله نسلكما ورزقكما الكثير الطيب إن شاء الله. شكرا لك سيدة هيمة، سلمتي. أسعدك الله سيد أرطغرل. أم هيمة، رضي الله عنك سلطانة حليمة، هذه الفرحة كانت بفضلك، شكرا. مبارك ابنتي. أدام الله سعادتكما سيد أرطغرل. فلتسلمي سيدتي، شكرا لك. ليبارك الله نسلك ويجعل صغارك كثرا ليبهج القبيلة. بامسي. مالك يا رجل، تعال سأعانقك. سيدة ماريا، أمي جدتي، جدتك في دهوك. أمي تملكي نفسك. أمي انهضي. هوني هوني، أنا أرجوك يا أمي، أنت بخير؟ أمي أمي، أتسمح لي سيدي؟ تعال. لقد طلبتني مولاي. ما هي أحوال الجيش؟ الضباط على رأس وحداتهم مولاي، والمجانيق ستكون جاهزة في أسرع وقت. لقد أمننا ما يكفي من البغال والخيول من أجل نقلها.
عظيم. خذ هذه الرسالة وأوصلها إلى زوجتي في آلاي. أخبرها بأن تأتي مع ولدي إلى قونيا قبل خروجي في الحملة. أنا أريد أن أراهم. سيأتي قريبا السيد أرطغرل. لدي شيء أريد قوله لهم هم الثلاثة معا. تحت أمرك مولاي. الشعراء والعلماء مستعدون لمقابلتك قبل بدئك بالحملة مولاي. شاعر الأوغوزي المشهور جاء إلى قونيا حسب أمرك وينتظر مقابلتك. عظيم، دعه يحضر. قبل البدء بقتال الأعداء يجب أن نحيي أرواحنا بكلامه، فقد ابتعدنا عن مجالس الشعراء لوقت طويل. فليأتوا يوم الغد، ولتخبر الأمراء والقضاة بحضور المجلس. تحت أمرك مولاي. أمي، تحملي يا أمي، تحملي. أرجوك يا رب، مد أمي بالقوة. يا سيدات، السيدة هيمة ليست بخير وتتنفس بصعوبة، فابتعدنا قليلا. سيد أرتوك، سيد أرتوك، حقيبتك أحضرتها لك. يا ربي، يا ربي، أنت الشافي والقادر على كل شيء. وضع السيدة هيمة ليس جيدا. سيد أرتوك، سيد أرتوك، سنفعل أي شيء لنجعلها تشفى. سنخوض الجبال لكي نحضر الدواء المناسب لها. ليست هذه المشكلة بامسي، اخرجوا أنتم الآن وأنا سأجد حلا. أختي حليمة، لا داعي للحزن، فسوف تكون بخير. أمي. يا ربي، لا تجعلني معترضا على حكمتك. ربي أنت الشافي، لا تفرقني عن أمي، فهي النور الذي أستنير به يا رب. أمي، أمي، سيد أرتوك، اذهبي وأحضري الماء بسرعة حليمة. سيدي. أتسمح لي حضرة الأمير؟ تعال. يا سمو الأمير، قل يا جوكتوك، هل ما سمعته صحيح سيدي؟ صحيح، أرطغرل قد استطاع فتح قلعة كاراجيسار وحده، والسلطان الآن منحه سوغوت وما حولها كموطن لقبيلته، ويوجد أكثر. أرطغرل سيأتي إلى هنا ليشارك السلطان بالغنائم. إن أتى أرطغرل وأخبر السلطان بشكوكه حولك فعندها شكوك.
أرطغرل ليس لديه ذرة شك جوك توك، بل يعلم كل شيء، متأكد من هذا. هو قادم إلى هنا كي يخبر السلطان بكل شيء يعرفه. حسنا، وماذا نفعل سيدي؟ لا زال الوقت باكرا على موت السلطان جوك توك. لم أمسك بحبال الأمير الذي سيحل مكانه وأمه، وإذا مات السلطان الآن فإن خصومي في القصر سيفصلون أطرافي عن جسدي وسيعلقونني على بابه. ماذا عن أرطغرل؟ حاولنا قتله كثيرا، وإن لم ننجح هذه المرة كل الشكوك ستدور حولنا، والسلطان لن يدعنا نعيش يوما. لم يبقى أمامك أي حل سوى أن تثبت براءتك أمام السلطان يا حضرة الأمير. السلطان يجب أن يتأكد من أنه تمت معاقبة الشخص الذي حاول تسميمه في سوق الخان، وأرطغرل يجب أن يتخلى عن شكوكه تجاهي ويتراجع عنها، ولكي نتقدم خطوة أخرى في طريقنا يلزمنا قربان من أجل هذا جوك توك. من سيكون سيدي؟ نظام الدين. الأمير نظام الدين؟ نعم، هو ذاته. أعلم أن السلطان متحمس للمجيء إلى مجلس الشعر غدا، وأرسل صندوقا فيه هدية. لقد سمعت بهذا سيدي. ستبدل الصندوق الذي أرسله بالصندوق الذي صنعته أنا بأسرع وقت، والسلطان سيأخذ الهدية من الصندوق. وما هي هدية السلطان أيها الأمير؟ سأجهز هدية لا تنسى من أجل سلطاننا، يتحدث بها الناس كلهم. أي أن سلطاننا سيموت؟ لنقم بمهمتنا، ومن يكملها ملك الموت. أوغاد المغول، بعدما قتلوا جميع أهالينا بقينا وحدنا في الغابات وعلى الجبال. سيدي وجدنا وأحضرنا إلى القبيلة، وأمه أصبحت أمنا، وسيدي سليمان شاه هو من ربانا، والسيد أرطغرل كان أكثر من أخينا. أخي تورغوت، عيني أخي تورغوت، لو لم يكونوا هم معنا لربما كنا قد أصبحنا قطاع طرق أو نعمل مع الأعداء. أخي، هم جميعا قد كانوا معنا في جميع الصعاب، فكيف نفيهم حقهم يا أخي؟ أخي، يجب أن نجد شيئا يشفي الأمة هيبة بسرعة. الوقوف هكذا وأيدينا مقيدة صابر علي يا أخي، صابر علي. تورغوت، إنني أحترق. تورغوت، تورغوت.
الأم هيما ستتعافى وتكون بخير إن شاء الله. بني، من هذا الولد الجميل؟ ولدي عثمان أمي. عثمان يا ولدي الغالي، عيناه تعبر عن قوته ووجهه يشع نورا. ما رأيك بهذا الوسيم أمي؟ سوف يكون بطلا يخاف منه العدو إن شاء الله. إن شاء الله. أنا حية الآن وأعيش هذا اليوم، وغدا سأموت. كل ما قد رأيته من أمك وأجدادك أوصله إلى ولدك بني. سوف نربي عثمان معا يا أمي، أنا وإخوتي معي، وأبنائي سنعيش تحت ظلك. كنا ننام في أحضانك، وعثمان سيكون مثلنا، سيكبر على أنفاسك أمي. حضن الأم هيما ربى 5 أسود، وسيربي الأسد 6 أيضا. أمي عثمان، يا رب انظروا أنها تستعيد وعيها. أمي ابتكارك مدهش حضرة الأمير، أتمنى أن لا يتعطل ويحقق مرادك. جرب لنرى إن كان سيتعطل أم لا. أنا تحت أمرك.
ترى ما هذا يا حضرة الأمير؟ إنه السم. الذي سمم به السلطان من قبل، ورئيس الأطباء يعرف هذا. إذن عندما يتحقق منه رئيس الأطباء سيعرفه، ومحاولة التسميم السابقة سوف يتهم بها الأمير نظام الدين. خذ الصندوق واستبدله بصندوق نظام الدين. في مجلس الشعر غدا سيحدث احتفال مدهش. تحت أمرك حضرة الأمير. الباب